ايه عافيه الفلوس هنا. ايه هيك صيروا عقال. دقيقه، هاي الفلوس مزوره اخويا. شنو مزيفه؟ لا عيني الفلوس جبناها من البنك. البنك اخذناها من البنك، يعني البنك ينطي فلوس مزيفه. هالفلوس مزيفه شلون؟ هاي احنا اخذناها من البنك، خمار البنك ينطي فلوس مزيفه. لعد عمه يجوز البنك ينطي. تخربط لك، مبين احد مبدل الفلوس ما اخذ الحقيقي ومخلي لك المزيف. منو يسوي هيك الشيء؟ منو يعني؟ سنان انت مو اللي بدلت الفلوس الحقيقيه وخليت فلوس مزيفه؟ مو هذا مبدلهن اخويا وسئله. صحيح اخويا راح احكي، انا بدلتها، انا اخذت الفلوس الحقيقيه وخليتها المزيفه بمكانها، انا بدلتها اخويا. سنان سويت بالحقيقيه العاد. اكو عصابه كانوا يطلبوني انطيتهم اياها. الله ياخذك سنان. الباب قاعد يندق اخويا، افتح ايدي انا اشوف الباب. عفوي يدق ويروح. اعوذ بالله، ادق الجرس ما يفتحون. شلون لقاء هاي ويا الصحافه؟ ما يحسون بشي؟ ما هذا اللي حد الان ديتهم اخويا، هذول جماعه الضرائب يظلون يدقون بالباب ما يروحون الا ياخذون فتشي اخويا. كلبوا بالباب ابد ما يروح. تحرج ليه؟ اخ اخ يا ابو هسه روح افتح، قول انا مشغول وخليه يروح. دير بالك تفكر تفوت جوا، امشي. يا ابو اذا تغلط بشي اموتك، يلا افتح الباب. يا ابو علي كفال، عافيه احنا ما راح نقدر نفوتك، شويه مشغولين، تعال بعدين. استعوفنا من هالحكي سنان، انا اعرف كل شيء، عندي خبر بكل شيء. صدق تعرف كل شيء؟ ايش تعرف علي كفال؟ اعرف الجماعه اللي بالبيت. عفية عليك علي كفال، انا هنيك. طبعا لا ادش عبالك سنان، انا ذكي. وينهم الصحفيين ها؟ وين يسوون اللقاء؟ قل لي اخويا وينهم؟ لك بابا صحفيين ايش انت تخربط؟ يا لقاء يا بطيخ. لك دا احكي على الصحفيين اللي ببيتكم، كانوا يسوون لقاء وياكم، وحتى انا انطيتهم عنوان بيتك، ايش قد ما تدعي لي قليل بحقي. صدق؟ لعد عافية علي كفال، اهنيك يا اغبى علي كفال. لك ليش تأشر بعيونك وحواجبك؟ وخر افوت جوا. لك علي كفال دفتهم عاد، مو دا اقول لك مشغولين، ما يقبلون احد يفوت، يصيرون اعصاب يا معود، دروح مو ما يقبلون، مو دا اقول لك بعدين تعال. العفو ما نقدر نفوتك جوا، لانك تصوير جوا، فلازم نخصل اللقاء اول. زين اخويا الصحفي، لا تفوتني جوا، ما دام ما تخلوني افوت مو مشكله، بس احكي عن مكتب الامان. احكي عني اني هم تشايك علي كمال القيصر علي كمال يقولوا لي. لا تنسى دير بالك. لك ليش تأشر بعيونك وحواجبك؟ ها سنان ما دافتهم. تمام لا تدير بال، راح نحكي عن المكتب هم واكتب بالجريده، بس هسه روح انت. يلا الله يسهل لكم. مشي مشي. قلتلك فوت، ترى قلتلك ها اخوي. ليش تقتلني الي؟ بكى ما تقتل واحد عاقل وذكي ومواطن صالح. خو اقتلك هذا الغبي اللي كان واقف على الباب، ايش قد اشرت لبعيوني كل شيء ما افتهم مثل الاثول، وهذا فد واحد كلش غبي بكل شيء ما يفيد. بحياتي ما شفت اغبى من هيك واحد. ليش علي كمال اللي اجى سنان؟ عافيه حنونه راسا عرفتي. كافي الاغوى عاد، اكو غير فلوس بالبيت؟ لا والله اخوي بعد ماكو فلوس بالبيت. اذا ما تنطون الفلوس انزرفكم كلكم. يا ابو انتو هم عمو، ماما عندها ذهب، روحوا خذوهم. اي خاله حنين عندها ذهب، روحوا اخذوه، المهم عفونه. خونه اخويا ما عندنا ذهب، شي يسوي الذهب يمنا ها؟ ايه